على إيش، وأود أن أعرب عن تقديري الكبير وامتناني لحضوركم ودعمكم اللامحدود لهذا الحدث المهم. كما أود أن أشكر بشكل خاص السيد عميد الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، والسيد الخازن الإقليمي بالعرائش، والسيد رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، والسيد رئيس شعبة علوم الاقتصاد والتدبير على تفانيهم وجهودهم في إعداد وتنظيم هذه الندوة. وإننا نتطلع إلى الحصول على نتائج مثمرة من هذه الندوة العلمية التي تعد فرصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار بين الخبراء والمتخصصين في مجال قوانين المالية وتحقيق تطوير مستدام للاقتصاد المالي في المملكة المغربية. وأخيرا أتمنى للجميع وقتا ممتعا وشكرا لكم.